السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. الساعات الأخيرة اللي تفصلنا عن موعد تمرير الموازنة اللي حدد البرلمان والأمر ما زال مبهم، هل راح تمرر الموازنة أم الإرجاء نصيبها كما اعتادت الساحة السياسية؟ فالقبة التشريعية يوم غد تضم بطياتها مفاجآت لا يعلم. على ما يبدو البرلمان يتجه نحو إصرار التمرير عابرا جولة الخلافات وعراقيل التعثر اللي تمثلت باعتراضات الديمقراطي اللي ما حسم موقفه لحد الآن بالوقت اللي تتوالى الترجيحات بانسحابه من جلسة التصويت المزمع عقدها يوم غد. لكن وبحسب تصاريح المعنيين أن غياب الديمقراطي لم يؤثر على تمرير الموازنة، بالتالي التوجه إلى التصويت بالأغلبية لإنهاء أشواط المراوحة في ساحة الموازنة. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فإن بغداد وكربلاء بابل نينوى والأنبار هي أولى المحافظات اللي راح تشهد إقامة مدن عصرية وفقا للمواصفات العمرانية. هذا النموذج الجديد اللي راح يبدأ في 5 محافظات على أن يتوسع ليشمل جميع محافظات البلاد، يتناسب مع الطبقات المستهدفة الفقيرة منها والمتوسطة. فالحكومة هي من راح تتحكم في أسعارها وهذه المفارقة النوعية بعد أن كانت هذه المجمعات تترك لمزادات الاستثمار اللي ألهبت قيم هذه المجمعات والوحدات السكنية وتجعلها صعبة المنال. ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. الأزمات السياسية مشاهدي الأحبة اللي أرجأت جلسات إقرار الموازنة مرارا، ربما غدا راح ينتهي هذا الموضوع ونعبر مرحلة إلى أن يتم التصويت دون عراقيل. فبين موعد مجلس النواب على جلسة يوم غد وبين الاعتراضات من الحزب الديمقراطي تتأرجح الآراء بين التمرير والإقرار. خلونا نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نوح الشماري. لعبة السلم والثعبان مرت بها الموازنة العامة، فما إن وصلت مراحل متقدمة حتى اعترضتها ثعبان النزاعات والتأجيل لتعود إلى المربع الأول مع دخول البلد في نصف السنة المالية. فما تزال الموازنة تجر إلى ساحة التجاذبات والخلافات بين بغداد والإقليم الذي يأبى الأخير دفع المستحقات والديون، وبغداد تلزمه بأحقية الدستور، ومن جانب آخر مستحقات الوسط والجنوب تعلوها المطالب بالإنصاف. لكن هذه المرة يبدو أن ساعات قليلة تفصل البلد عن إنهاء مرحلة التسويف التي قبعت بها الموازنة خلال هذه المدة، فمجلس النواب يحدد يوم غد الخميس موعدا لتمرير الموازنة يتخطى بذلك الخلافات والإشكالات باعتماد الأغلبية بالتصويت في حال استمر غياب التوافق السياسي. أما الخبراء الاقتصاديون فيحذرون من تبعات تأخير الموازنة أكثر، حيث تتوقف العديد من المشاريع الاستثمارية مع استمرار ارتفاع نسب البطالة، بالوقت الذي صرح المعنيون بطي صفحة التمهل قريبا عند إقرار الموازنة ودخول البلد بمرحلة جديدة أساسها الإعمار وفرص العمل والاستثمار. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا المشاهدين الاحباب. هذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ حسن فدعم النائب السابق والقيادي في تحالف قوى الدوله، اهلا بك استاذ حسن. وكذلك ارحب بالدكتور محمد نعناع الباحث والاكاديمي، ضيوفا كرام. استاذ حسن، نتحدث عن اخر الاخبار اللي صرح بها امين عام الاطار التنسيقي
سيد عباس الياس العامري بأنه الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا مساء هذا اليوم وقبل أقل من نصف ساعة، وغدا راح يشهد البرلمان إقرار الموازنة، موازنة مشاريع كما عبر عنها، وراح يلمسها المواطن في الخدمات وفي هذه المشاريع. هل أنه حسم الأمر لإقرار الموازنة وعقد الجلسة؟ نعم، شكرا لك وتحية لضيفك العزيز والمشاهدين. بصراحة ما زالت هناك عقبات وما زالت هناك صعوبات في تمرير الموازنة، وإن كنت متفائل أن هذه العقبات سوف تزول. بقت ساعات عندنا تفصلنا هذا اليوم عن وضع اللمسات الأخيرة. أنا حسب ما سمعت قبل لا أجي الاستوديو أن الحكومة ما زالت معترضة على المناقلات التي أجريت داخل مجلس النواب على بعض أبواب الموازنة، وهذه الاعتراضات إذا ما بقيت إلى صباح يوم غد فأعتقد من الصعوبة تمرير الموازنة بهذه الصورة. عموما المشكلة الإشكال الأساسي اللي كان ما بين بغداد والبارتي أعتقد أصبح قريب من الحلول. الإطار متمسك بأن يصدر النفط من خلال سومو، وهذا ما وافقت عليه أربيل، وهذه كانت عقبة مهمة. طبعا أنا حقيقة أستغرب من أن هذه الأيام يعيش الشعب العراقي كله أزمة اسمها الموازنة، ومشاعر الناس كلها مربوطة إلى الموازنة، وأجة الموازنة، راحة الموازنة، خطفة الموازنة، لزموا الموازنة، ما أدري، عيشوا الشعب بقلق. هي موازنة تقرب كل دول العالم، الشعب ما يدري قروها ما قروها ما يدري، إلا إحنا حقيقة مع الأسف نسمع تصريحات من شخصيات وجهات مسؤولة بهذه الطريقة، وتعيش شعبنا وتعيش مجتمعنا بقلق، وأصبحت مصالح الناس كلها متوقفة على الموازنة. يفترض الموازنة تقرب بشكل سلس ومرن وانسيابي سنويا قبل بدء العام المالي لكل سنة. يبدأ تقرر الموازنة، هو طبعا وفق القانون تقرر الموازنة قبل 3 أشهر بالحد الأدنى قبل العام، يعني من شهر 11 شهر 10 15 10 15 11 يجب أن تقرر الموازنة، لكن ما زالت إلى الآن الموازنة بالرغم من مرور يعني 6 أشهر من عمر هذا العام ما زالت الموازنة لم تقر. أهم البنود الخلافية اللي كانت موجودة في الموازنة تم تجاوزها، لكن ما زالت هناك عقبات، نسأل الله أن تمضي منا إلى يوم غد. نعم. دكتور محمد، أجدت الحال بحضرتك، يتحدث الأستاذ حسن فدع عن العقبات اللي تواجه الموازنة، ويبدو أن العقبة الكؤود وعشية جلسة التصويت على الموازنة، حكومة إقليم كردستان وجهت دعوة للكتل الكردية في البرلمان الاتحادي أقصد في الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم في مشروع الموازنة، من خلال يفهم هذا النداء للاتحاد الوطني ورغبة في ردم الهوى اللي تريد أن تتجاذب هذه الأحزاب أو هذه القوى السياسية أطراف الموازنة فيما بينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وللأستاذ حسن فدعم ولجميع المشاهدين الأعزاء. بالتأكيد أغلب المتابعين، جهود التقارب بين البارتي واليكتي متعثرة لحد هذه اللحظة رغم الكثير من الضغوط عليهم في إقليم كردستان واتحاديا، ولكنهم لحد الآن لم يتوصلوا إلى حلول فيما بينهم ممكن أن يتفقوا على الموازنة وغير الموازنة، وخصوصا بعد أن برزت أصوات من خارج الحزبين القديمين المعتقين البارتي واليكتي مثل الجيل الجديد، وحتى أن هنالك الآن ظاهرة جديدة مثل ما في يعني الوسط والجنوب وحتى في المنطقة الغربية هنالك نواب مستقلين أيضا تبرز حالة النواب المستقلين الكرد، وهذا بقدر ما أنه هو حالة طبيعية تعددية ديمقراطية يعني مكفولة لكل شخص يعمل في المجال السياسي، ولكنها أيضا لا توصل إلى حلول في الملفات المصيرية، وتحديدا مثل ما تطالب به حكومة إقليم كردستان في ما تسميه استحقاقاتها أو امتيازاتها في الموازنة المالية للدولة العراقية.
فبالتأكيد يعني الكرد لديهم ملفات متقاربة، ولكن وجهات نظرهم بخصوص ملفاتهم المتعددة في الإقليم واتحاديا ما زالوا لم يتقاربوا فيها، رغم أن هنالك مساعي بهذا الخصوص. لحد هذه اللحظة لم يتفقوا فيما بينهم، لم يحصل اجتماع فيما بينهم، وأقصد الكرد هنا أو القوى الكردية أو القوى الكردستانية فيما بينهم لدمج وجهات نظرهم والذهاب بها ككرد وكحكومة إقليم كردستان إلى الأطراف الأخرى، كمثلا الإطار التنسيقي سياسيا أو الحكومة الاتحادية تنفيذيا. لم يحصل هذا التقارب لحد الآن، والأرجح هو أنه الأزمة باقية، وهذه الأزمة هي أزمة سياسية بالشد والجذب وليس لترميم المسار السياسي، بمعنى أن كل طرف لديه مخاوفه وهواجسه وتبريراته لمواقفه. فمثلا على سبيل المثال، حتى لا ندور بدوامة الإنشاءات، يعني بقدر ما أن هنالك داخل الإطار التنسيقي وجهات نظر أيضا اختلفت في الموازنة، مثل الدور اللي قامت به اللجنة المالية وتحديدا النواب مثل النائب حسين المونس ويوسف الكلابي ومصطفى سند، في قبال أن هنالك أطراف أخرى في الإطار التنسيقي أرادت احترام الاتفاق السياسي الذي على أساسه عدت الحكومة، حكومة السيد محمد شياع السوداني، هذه الموازنة. مثل هذه الاختلافات، أيضا هذه الاختلافات موجودة في إقليم كردستان، وتعرفون بأن تصريحات سروة مثلا عبد الواحد واضحة جدا في أنها تتقارب مع قوى أخرى غير البارتي لدوافع داخل إقليم كردستان، استقطاب داخل إقليم كردستان، وهذا يعني عطل الاتفاق الثلاثي المزمن اللي هو سنة شيعة أكراد بخصوص الموازنة واستحقاقات مكوناتهم وجماهيرهم وامتيازات هذه الأحزاب. فلحد هذه اللحظة الأزمة باقية، وهنا نحن ما زلنا نتحدث عن جنبة سياسية، لم نتحدث عن الجوانب الفنية، وإلا الجوانب الفنية هي الأهم. نرجع للجوانب الفنية. نعم، وهي الأكثر ضررا في مسار الموازنة. ولكن خلينا نبقى في مسارات الجلسة. أستاذ حسن، يعني 9/6 هو العطلة التشريعية لمجلس النواب، يعني يوم الجمعة يفترض أن تبدأ هذه العطلة، باكر هو آخر يوم بالفصل التشريعي. عدم الاتفاق هل معناه راح يرحل هذه الموازنة إلى شهر أيلول؟ ما يعني أنه هذا الموضوع راح يكون تعطيل إضافي للمصالح وإضرار بالاقتصاد؟ هل سيؤخذ أو تؤخذ هذه المسألة بالحسبان وتترجم في الحضور والتصويت، أم أن الفصل التشريعي لربما سيبقى مفتوحا حسب وجهة نظر حضرتك؟ طبعا الموازنة إذا عرضت يعني في القانون بالنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، ينص على أن إذا الموازنة عرضت على مجلس النواب وبدأت حيز التشريع، يعني قرأت قراءة أولى وثانية، لا يحق لمجلس النواب أن يأخذ الفصل التشريعي، يعني الإجازة التشريعية، العطلة التشريعية، لا يحق له أخذ العطلة التشريعية إلا بعد إنهاء الموازنة. فهذا يعني نطمئن بكل أبناء شعبنا أن الموازنة ستقر قبل أن يأخذ مجلس النواب العطلة التشريعية، فسيبقى المجلس منعقد لحين إقرار الموازنة. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الاتفاق بين القوى السياسية اكتمل النصاب، يعني يمتلك الإطار التنسيقي النصف زائد واحد لتمرير الموازنة، بل مو نصف زائد واحد، لعله النصف زائد 50 يمتلك لتمرير الموازنة، لكن حرصا على الإطار على التزاماته مع القوى السياسية جميعا لتحقيق العدالة وأن لا يبقى عذر لطرف سياسي، ممكن أن أما أن يصوت يوم غد على الموازنة، وهذا المرجح طبعا حسب قراءتي للواقع السياسي، وإن لم يصوت عليها يوم غد ممكن أن يعني يومين أو ثلاث بعدها. لكن أأمل، يعني كل المؤشرات تدل على أن السادة النواب عازمون على الحضور يوم غد جميعا لإقرار الموازنة بالرغم من وجود بعض التحديات. القوى الكردية، هناك قوى كردية سوف تحضر وهي الغالبية طبعا، ستحضر جلسة يوم غد، حتى تحفظات البارتي ربما انخفضت بنسبة عالية جدا، وربما سنشهد في الساعات القادمة موقفا إيجابيا أيضا منهم، لكن بشكل عام اليكتي يعني الاتحاد الوطني وقوى كردية أخرى أعلنت رسميا أنها ستحضر جلسة الموازنة وستصوت لصالح الموازنة. القضايا اللي بقت هي قضايا فنية فقط،
الحكومة اعترضت على بعض المناقلات. طبعا أنا أؤيد السادة النواب الذين أجروا تلك التعديلات، لأن حقيقة الموازنة أصبحت تشجع على النظام المركزي وليس النظام اللامركزي اللي هو نظام العراق. النظام اللامركزي أعطت مثلا على سبيل المثال لبعض الوزارات 6 تريليون لمشاريعها، بينما المحافظات محافظة مثلا معينة في محافظات وسط العراق تعطى 45 مليار. ماكو وجه مقارنة بين 45 مليار و 6 تريليون لوزارة. لما لم تحول هذه الأموال من تلك الوزارة إلى المشاريع للمحافظات؟ وهذا ما كان معمول به سابقا، حصر أو احتكار المشاريع بيد الوزارات هو مؤشر يعني يشكل خلل في البنية أو البنية السياسية أو التوجه الحكومي. إذا كنا نتوجه باتجاه اللامركزية علينا دعم المحافظات. النجاح اللي شهده شدة المحافظات التي نجحت مثل محافظة كربلاء، ربما بنسبة أخرى البصرة، وبنسبة جيدة أيضا الآن الناصرية والموصل والأنبار، هذه لم تنجح بفضل الأموال التي خصصت للوزارات بل بالأموال التي خصصت للمحافظات. علينا حكوميا أن نتجه باتجاه دعم المحافظين والمحافظات بأموال كافية لتنفيذ مشاريعهم، لا أن تحصر هذه الأموال بيد وزارات. ونحن نعلم جيدا أن تلك الوزارات تحتكر المشاريع بشكل يعني متعسف، وأغلب مشاريع الوزارات متلكئة، ما يقارب يعني 3000 أو أكثر من 3000 مشروع إلى الآن متوقف في المحافظات هي مشاريع وزارية، بينما مشاريع تنمية الأقاليم التابعة للمحافظين أغلبها نفذت. نعم ربما بعضها متلكئة، لكن نسبة التنفيذ في المحافظات تجاوزت 75%، بينما نسبة التنفيذ في الوزارات حسب قراءة سابقة أنا أجريتها لم تتجاوز 15%، وهذا طبعا يشجع الحكومة على دفع المشاريع باتجاه المحافظات وليست باتجاه الوزارات. عموما يمكن للحكومة أن تعترض على هذه الفقرة إذا ما كان هناك مناقلة. أنا أعرف أن هناك مناقلة قاموا بها النواب بمناقلة بعض الأموال من الوزارات إلى المحافظات. طيب في هذه الجزئية دكتور محمد، نتحدث عن تخصيصات تنمية الأقاليم اللي يتحدث بها رسالة حسن فدعم، أكو إضافة لمبالغ جديدة للمحافظات، هاي الإضافات حققت رضا نواب محافظات الجنوب، لكن وزيرة المالية أعلنت أنها راح تطعن في الموازنة في حال تم إقرارها بتغيير الفقرات اللي أدرجتها وزارة المالية، وقد تخرج من التوصيف بأنها موازنة وزارات وتذهب إلى موازنة محافظات. أنا بعد إذنك أستاذ أحمد، قبل الدخول بالتفاصيل الفنية وهي جدا مهمة وهي أولوية على الجوانب السياسية، خلي أبقى يعني بجنبتين، واحدة قانونية واحدة سياسية بعد إذنك وإذن أستاذ حسن. تفضل. أنا ما سمعت كلام أستاذ حسن في خصوص السؤال اللي سألته لأنه هذا مهم جدا. الفصل التشريعي دستوريا وحسب القوانين النافذة لا ينتهي إذا عرضت فيه الموازنة. وضح هذه الفكرة أستاذ حسن. جيد. يعني لأنه تبقى الجلسات مفتوحة. بالضبط. فمعناه أنه سوف يعني يزداد زخم التفاوض حول الموازنة، وممكن يتمدد إلى ما يوم غد، إلى الأسبوع المقبل، إلى ممكن 10 أيام أو غيره، إلى أن تصل إلى مربط الفرس اللي هو يعني بين الكتل السياسية، وهو التوافق السياسي حول الموازنة كما أرسلتها الحكومة، وليس وفقا للتعديلات والتغييرات التي أجرتها اللجنة المالية حتى ولو صوتت عليها، لأنه اللجنة المالية صوتت على المواد يعني اتباعا. وين وصلت بالضبط ما أعرف، لأن الجلسات ما معروضة، لكن إحنا وفق ما يسرب إنه، وهذا معناه أنه تحديدا الإطار التنسيقي اللي بدت داخله خلافات على التغييرات، إذا لم يأخذ برأي الديمقراطي الكردستاني فسوف يناقض مبدأ مهم جدا تشكلت على أساس هذه الحكومة وتشكل عليه ائتلاف إدارة الدولة، وهو أنه كل الملفات المهمة يجب أن تحسم بالتوافق. هذا يعني مبدأ ثابت تشكلت عليه الحكومة وتأسس عليه ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة. فيوم أمس هل سوف يمضون بدون الديمقراطي الكردستاني ويضربون أهم مبدأ اتفقوا عليه وهو التوافق، أم يراعون
أن الذي يتم التوافق عليه هي النسخة التي أتت من الحكومة التي احترمت التوافق السياسي. هذا ما يعني نترقبه يوم أمس، وهذا قد يكون ألمح إليه النواب الذين عدلوا وبالغوا في أنه سوف يذهبون بهذه التعديلات ولا أحد يوقفهم. بدت لهم تغريدات هذا اليوم بأن المسودة التي تم التعديل عليها اختطفت ولا نعرف أين ذهبت ونبحث عنها. هذا يعني العودة إلى المسودة اللي قبل التعديل. وطبعا رغم أنه كلامهم يعني كلام حقيقة معيب، يعني أن نتكلم عن خطف مسودة الموازنة أو غيرها، إحنا عندما نكتب بحوث أو عندما نكتب تقارير علمية أو غيرها إذا لم يكن لدينا نسخ ورقية منها نصورها بموبايلاتنا وبعدين نطبعها، فكيف بنواب في أيديهم يعني خزينة الدولة أموال الدولة ويتحدثون بهذه اللغة؟ حقيقة لغة معيبة مع الأسف، يجب أن يترفعوا عنها. أما في الجوانب الفنية التي ذكرتها حضرتك، نعم هنالك إشكاليات كبيرة فيما بين اللجنة المالية وما بين وزارة المالية الاتحادية، وبالفعل للوزارة الاتحادية أقصد المالية وكلام السيدة طيف يعني أولوية في الموضوع. لماذا؟ لأنه صلاحيات مجلس النواب محددة وفق المادة 62 ثانيا بثلاثة صلاحيات. أولا المناقلة بين أبواب الموازنة، وهذه المناقلة محدودة تفصلها بعد ذلك قوانين نافذة غير قانون الموازنة وغير المادة 62 ثانيا من الدستور. المناقلة تخفيض مجمل النفقات أو اقتراح زيادة النفقات. حاليا تضاف أموال للموازنة وكلما مر الوقت تضاف تعيينات، تضاف لتنمية الأقاليم أو غيرها. إذا كان بدون علم الحكومة العراقية، إذا كانت أموال ضخمة ممكن الحكومة تغض النظر، لكن لها الحق في أن تطعن لأنه خارج صلاحيات مجلس النواب، والحكومة لديها خطتها اللي تريد أن تنفذها من خلال هذه الموازنة. فإذا شعرت بأن هنالك أخطاء أو أضيفت أموال للموازنة فللحكومة الحق أن تطعن ولوزارة المالية الاتحادية الحق أن تطعن، وسوف يؤخذ بطعنها لأن المحكمة الاتحادية في مناسبات سابقة قبلت مثل هذه الطعون في موازنات أخرى. نعم أستاذ حسن، الدكتور نعناع يتحدث عن الحاصل، أكو فد لغط حاصل على الموازنة، وتحدث ببعض أعضاء اللجنة المالية عن خطف الموازنة المعدلة من بعض القوى السياسية. يعني سأل حضرتك منو الخاطف وكيف راح يناقش مجلس النواب يوم غد موازنة مختطفة؟ لا، يوم غد ستعرض الموازنة نفسها اللي صوت عليها داخل اللجنة القانونية دون تعديل، والمقترحات اللي قدمت من اللجنة المالية واقتراحات دستورية وقانونية وأجريت وفق السياق القانوني. نعم الحكومة والموازنة أيضا صوت عليها توافقيا بين الأطراف الوطنية بين الشيعة والسنة والكرد، والكرد كانوا حاضرين في الموازنة وصوتوا عليها، ليسوا كل الكرد ولا كل الشيعة ولا كل السنة، لكن الغالبية موجودة والغالبية حاضرة داخل اللجنة القانونية. غاب فقط من اللجنة القانونية فقط في مادتين لم يصوت عليها الحزب الديمقراطي البارتي، وهذا لا ينفي مبدأ التوافق. عدم حضور نائب أو نائبين فقط باللجنة القانونية لا ينفي حالة التوافق، التي طبعا التوافق الإيجابي وليس التوافق السلبي، يعني لا يعني أن هذا التوافق هو حالة سلبية تجاه البلد، بل بالعكس توافق كل طرف على خدمة شعبه ومجتمعه ومحافظاته. وكان أعضاء مجلس النواب حريصين على توزيع الموازنة بشكل عادل بين المحافظات والنسب السكانية أيضا. الاعتراض كان على الموازنة لم يكن اعتراضا على القضايا المالية، بل الاعتراض كان على قضايا سياسية. نكون صريحين وواضحين، على سبيل المثال تصدير النفط في إقليم كردستان كان يصدر النفط دون إذن الحكومة الاتحادية، وكان يرغب الحزب الديمقراطي أن يتجاوز على قرار المحكمة الاتحادية وأن تسمح الحكومة الاتحادية بفرض يعني إيجاد مادة قانونية في الموازنة لاستئناف التصدير النفط. أصر مجلس النواب في الموازنة، اللجنة المالية أصروا على أن يبقى النفط يصدر من خلال يعني حسب النسخة أو الاتفاق السياسي اللي حصل ما بين بغداد وأربيل أن يصدر النفط حصرا من خلال سومو. حاول البعض على أن تصاغ هذه المادة بطريقة مرنة بحيث يسمح استخدام هذه المرونة
لحرف المعنى الحقيقي لها للمادة، لكن تم صياغة المادة بطريقة محبكة قانونيا، لذلك اعترض الأخوة في البارتي وغادروا القاعة، فلم تكن مغادرتهم من أجل حقوق مالية لإقليم كردستان، بل كان بقضايا يعني فنية وسياسية. أضيفت مادة وهي لصالح إقليم كردستان اعترض عليها البارتي، وهي إجبار أو فرض على حكومة إقليم كردستان أن تطلق 10% من الأمانات الضريبية، عفوا من الأموال التي استقطعت من الموظفين، اعتبروها إدخار إجباري، أن يطلق 10% من تلك الأموال الإدخار الإجباري إلى الموظفين الذين تم استقطاع هذه الأموال منهم. هذه المادة كانت بصالح إقليم كردستان، بصالح شعب إقليم كردستان. الأخوة في البارتي اعترضوا على هذه المادة وطالبوا بشطبها. الصيغة التي ستعرض يوم غد هي الصيغة التي صوت عليها. طبعا تصريحات بعض النواب أن الموازنة خطفت أو الموازنة غير موجودة، نعم بالفعل البعض كان يتخوف أن يكون هناك اتفاق سياسي يغير بعض بنود الموازنة، لكن أعتقد أن رئاسة اللجنة المالية أنهت أعمالها، فلا داعي لوجود يعني مسودة الموازنة أن تتناقل بين الأطراف وأن يجرى عليها تلاعب أو تغيير. فبما أنها صوت عليها داخل اللجنة المالية وختمت بالكامل، فيجب أن يحتفظ بها لحين انعقاد الجلسة، وأن توزع على السادة أعضاء مجلس النواب في الجلسة، وسيبدأ قراءة المادة الأولى إلى المادة الأخيرة أمام السادة أعضاء مجلس النواب، وسيطلع كافة أعضاء مجلس النواب على الموازنة قبل التصويت عليها، وسيطلع عليها أيضا الشعب العراقي من خلال النقل المباشر لجلسة مجلس النواب. طيب دكتور محمد، يعني ما دام أن الحديث كل في هذا المحور يدور حول الخلافات السياسية والخلافات الاقتصادية على الموازنة، مع بمنزل دكتور حيدر العبادي بشأن الموازنة ومساعي إقرارها، حدث عن نقاط الديمقراطي يعني يفترض أن يتم حسمها ما دام أن هنالك توافقات واجتماعات سياسية، شنو من الممكن يتم حسم موضوعات النفط وطريقة وضع الأموال في الحسابات البنكية؟ نعم، المشروع الموازنة اللي أتى من الحكومة، وراح أختصر فقط الاعتراضات لأن أنا أعرف أنه وقت ما كن يعني نسهب بالتفاصيل، رغم أنها هي المهمة وهي التي يعني تفهم الناس كيف تسير الأمور بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان وفي البرلمان وفي اللجنة المالية. راح أركز على ثلاث خلافات. طبعاً الأعضاء اللي غيروا فيها كان أولاً لديهم الحق أن يغيروا، لأنهم غيروا بآليات وغيروا بإجراءات وليس بإضافة أموال أو غيره، يعني قدموا وأخروا. مثلاً في قضية عدم إطلاق الدفعات المالية لإقليم كردستان إلا بعد أن يتم تسليم عدد براميل النفط لسومو، هذا يعني ممكن الوصول به إلى حل، ولكن صار نوع من التعنت والتصريحات النارية ما فتحت مجال للمزيد من التفاوض والاتفاق على هذه النقطة، رغم أنها يعني ممكن حلها، يعني ممكن أنه يكون هناك تعهد بأما تأخير عدد براميل النفط من إقليم كردستان أو تأخير الدفعات المالية ويتفقون على هذا الأمر. لكن النقطة الأخرى سوف تبدو أصعب، وهي أنه الحساب الجاري الذي تودع فيه الأموال يكون في بنك أما أهلي أو بإشراف دولي، وهذا هو اللي إجى بالمسودة يعني بالمشروع، وافقت عليه الحكومة ورضيت بأن يكون الأمر بهذا الشكل، بينها بالتنسيق بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبين رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ومسرور بارزاني رئيس الوزراء، اتفقوا على بنك معين هو سيتي بنك، وبعد ذلك تطلق الأموال بشكل مباشر بإرادة رئيس الوزراء الإقليم، يعني هو الذي يسحب من الرصيد. هذا ما أراد أن يغير أعضاء اللجنة المالية، ووضعوا المادة المقابلة أو المادة البديلة، وهي أن الحساب يكون في البنك المركزي، وهذا أمر منطقي لأنه يعني النفط وفقا للدستور مادة 111 والمادة 110 هو حق للشعب، وإدارته هو حق للحكومة الاتحادية من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفقا للمادة 110 من الدستور، وهذا واضح. لكن فقدان الثقة بين الطرفين لسنوات متعددة سواء من قبل الحكومة
والطبقة السياسية في بغداد أو من حكومة إقليم كردستان والقوى الكردية. هنالك فقدان ثقة وهنالك فشل تاريخي سابق في أحد أهم الاتفاقات النفطية في زمن حكومة العبادي عندما كان رئيس عندما كان وزير النفط السيد عادل عبد المهدي. انهار الاتفاق النفطي دون أن يؤدي مؤداه الوطني، بمعنى أن إقليم كردستان أخل من جهته والحكومة أيضا أخلت من جهتها، وهذا فيه تفاصيل كثيرة يعود إلى 7 سنوات 8 سنوات فاتت. المسألة الثالثة وسوف تبدو يعني أيضا أصعب من التي سبقتها، وهو السيطرة التامة للحكومة الاتحادية على المعابر والمطارات والمنافذ الرسمية وغير الرسمية، ووضع كافة مردوداتها المالية ضمن الصلاحيات الاتحادية، وهذا ما لم يحسم إطلاقا، حتى أعضاء اللجنة المالية أيضا ما ركزوا عليه وغادروه، رغم أنه هذا من الأمور التي تعطي قوة للحكومة الاتحادية. أما مسألة الادخار الإجباري بنسبة 10% من رواتب الموظفين، فأعتقد بأنه يعني لم تكن كثيرا اللجنة المالية دقيقة في هذا الأمر، كان من المفروض أن تترك للحكومة هي التي تتعامل مع هذا الملف. يوم غد أعتقد بأنه سوف نعود إلى المربع الأول، وهو التصويت على المسودة والمشروع الذي جاء من الحكومة والذي لديه يعني اعتراض يرفع إيده بالاعتراض وتمشي وفقا للأغلبية، وعلى هذا الأساس ممكن يحضر الديمقراطي الكردستاني إلى البرلمان، وعلى الأغلب سوف يمر المقترحات التي عليها توافق سياسي. هذا ما أعتقد يصور على المواد واحدة احتمالية حضور الديمقراطي إلى هذه الجلسة أو جزء من النواب. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد نعناع الباحث والأكاديمي مثلث الحوار في هذا الملف، وشكر موفور لحضرتك وسائل حسن فدعم النائب السابق والقيادي في تحالف قوى الدولة، شكرا جزيلا لهذه الإطلاعات في هذا الملف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. من جديد حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الاستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي. اهلا بك استاذ نبيل. يعني نتحدث عن طبيعه الاستراتيجيه الوطنيه لمشاريع المدن السكنيه الجديده وشلون راح تطبق على الميدان. نعم، بالبدايه تحيه لكم وايضا لمشاهديكم الكرام. طبعا حكومه السودان اليوم تولي يعني من الواضح انه اهتمامها بقضيه معالجه ازمه السكن في مناسبات عده. تحدث السيد السوداني او متحدثي الحكومه عن قضيه السكن، اكثر من مشروع طرحه، مشاريع اللي خاصه بالمدن الجديده، مدينه علي الوردي جنوب شرق بغداد، مشروع السياب، هي مشاريع طبعا قديمه جديده الحكومه تولي لها اهتمام. ايضا مشروع تحدث السيد السوداني قبل فتره عن مشروع مدينة الصدر الجديدة اللي يضم يعني بحدود 90,000 وحدة سكنية. مشاريع الاستثمارية يعني أيضا كانت ضمن الاهتمامات المشاريع الاستثمارية، وإن كانت يعني تلاقي الكثير من الاعتراضات من قبل المواطنين أو يحاولون يشترون من هذه المدن السكنية. آخرها كان هو حضور السيد السوداني لافتتاح مشروع شركة أمواج المقام على أرض مطار المثنى المطار السابق، الكثير من المشاريع. ويتحدث أيضا السيد السوداني حتى عن مبادرات جديدة مثل مبادرة تتعلق بالسكن ضمن صندوق التنمية، هذا اللي يعني صندوق التنمية العراقي اللي هو صندوق يعني خصصت إلى أموال من خلال الموازنة، وعن طريقه راح يصير نوع من أنواع الاقتراض أو حيصير إقراض لشركات كبيرة لتنفيذ مشاريع ثم استعادة هذه الأموال. هذا اللي وصفه السيد السوداني بعبارة
أجر وتملك، بمعنى أنه أنت يا المواطن تقدر تأجر وعن طريق دفعك لهذا الإيجار هو راح يمنحك ملكية هذا العقار، لأن باعتبار هذا الصندوق يعني هو ينفق الأموال ثم تسترد هذه الأموال، يعني هو أشبه بصندوق التمويل، صندوق إقراضي. فهذه الكثير من المشاريع، لكن لغاية هذه اللحظة أكو نوع من أنواع غياب الاستراتيجية الحقيقية، يعني ما زالت هي يعني يعني تطرح في وسائل الإعلام وحتى على لسان المسؤولين وكبار المسؤولين وحتى على لسان السيد السوداني نفسه ك يعني مشاريع ومبادرات، يعني دون الوصول إلى استراتيجية حقيقية ملموسة. طيب. يعني ما زالت لحد هذه ولكن على أي حال أستاذ نبيل، هاي المدن من المتوقع بأنه راح تحرك قطاعات مترابطة في إذا ما سميناها الثورة السكنية الكبرى، معامل إسمنت، معامل طابوق، بحاجة إلى أيدي عاملة وغيرها من هذه التفاصيل. إذن نتحدث مو فقط عن إسكان وتأمين هذا السكن للمواطن بقدر ما هو توفير بيئات أخرى. نعم طبعا، هو هذا قطاع الإسكان يعني من أهم القطاعات، يعني قطاع الإسكان والعقارات هو من أهم القطاعات يعني حتى على مستوى العالم. يعني سنة 2008 من صارت الأزمة العالمية هي بدأت من قطاع العقارات، يعني يوم اللي وقف قطاع العقارات هو سبب الأزمة العالمية حول العالم. فبالتالي هذا القطاع هو كلش حيوي ويرتبط يعني يربط الكثير من القطاعات والمصالح بهذا القطاع، قطاع البناء وعلى رأسه قطاع الإسكان، وقطاع جدا مهم في العراق مع يعني حجم الطلب الكبير على الإسكان اللي يتراوح حسب الإحصاءات الرسمية أو التقديرات الرسمية بين 2 مليون إلى 3 مليون وحدة سكنية، بمعنى يعني قادر أن يكون هو أهم القطاعات المحورية الاقتصادية المحورية خلال الفترة القادمة. يعني لو نفترض إحنا كل سنة نقدر نبني 100,000 وحدة سكنية، يعني إحنا عندنا لا يقل عن 20 سنة، إحنا 20 سنة وأكثر إحنا نحتاج إنه استمرار في عملية يعني إنشاء وحدات سكنية، وحيبقى هذا القطاع هو قطاع البناء، هو قطاع رائج ومربح أيضا والطلب عليه يعني مستمر وقائم. لكن أكو تحديات أخرى. أنا أعتقد السيد السوداني يعني هو بدأ يلمس مثل هذه التحديات، من وصل الحديثة إلى يتحدث عن قضايا أنه المعامل الإسمنت، وهذه باعتبار أكو محدودية بالسوق، يعني عندنا إحنا محدودية في قضية الإنتاج الإسمنت، محدودية في قضية توريد الحديد أو إنتاج الحديد محليا، في معامل السيراميك وغيرها من القضايا والمواد المتعلقة الأولية المتعلقة بقطاع الإنشاء. هذه المحدودية حتى في قضية العمالة، يعني رغم ذلك إحنا ما عندنا يعني جزء أكثر من 1 مليون ما بين عامل ماهر وغير ماهر يشتغلون في هذه المهنة، في مهنة الأعمال الإنشاءات. فبالتالي هذا 1 مليون ما ممكن يكونون قادرين على تغطية كل المتطلبات والمشاريع المفتوحة، المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية الحكومية، مشاريع المتعلقة بالاستثمارات العامة، وأيضا مشاريع السكنية العامة. فبالتالي أكو نوع من أنواع المحدودية، أكو لازم عندنا عقلانية في التعامل مع قضية المحدودية وعندنا ترابط بين هذه الملفات. دعني أجدد ترحابي أو أرحب بضيفي الكريم الأستاذ استبرق صباح، المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، ينضم معي عبر سكايب. أهلا بك أستاذ استبرق. يتحدث الأستاذ نبيل العلي عن بعض التفاصيل في هذا المشروع، مشروع الإسكان، وأود أن تحدث جنابك عن حاجة العراق اللي هي أكثر من 3 مليون وحدة سكنية لحل الأزمة. هل العمل جاري حاليا؟ العقود الموقعة ايش قد راح تغطي من هذه النسبة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله. سامي الفاضل، الحاجة السكنية بالعراق تقدر تفوق 3,000، تفوق 3 ملايين وحدة سكنية حسب التقديرات وزارة التخطيط والمسوحات التي جرت من والتي تم تثبيتها في سياسة الإسكان الوطنية. طبعا احنا كدورنا كوزارة إعمار وإسكان كجهة قطاعية متخصصة في دعم وتطوير قطاع الإسكان بالعراق، شرعت ومنذ تشكيل الحكومة الحالية وامتثالا لتوجيهات أو ما جاء بفقرات البرنامج الحكومي وقدر تعلق الأمر بالوزارة، تم استكمال ومصادقة 15 مدينة سكنية مصادقة نهائية، هذه على في مختلف المحافظات العراقية، توزعت في بغداد وبابل وكربلاء. شلون راح تكون معايير توزيع هذه الوحدات السكنية أستاذ استبرق على المواطنين وتحديد أماكنها؟ نعم. سواء في بغداد أو المحافظات المشمولة بهذه المدن السكنية. نعم،
الإعلان طبعا هنالك اجتماعات على قدم وساق، تم إنجاز كافة الأمور التنظيمية والفنية باجتماعات متواصلة في مقر الوزارة واجتماعات في رئاسة الوزراء لغرض المضي قدما في موضوع ملف المدن الجديدة. تعرف حضرتك اليوم أنت من تنشئ مدينة جديدة أنت تحتاج إلى عمل كبير يبدأ ابتداء من توفير الأراضي الصالحة للسكن، أيضا استكمال إجراءات الاستملاك هذه الأراضي من وزارتي الزراعة والمالية، إضافة لأنت بحاجة إلى أن تستحدث بلديات جديدة في هذه المدن لتقوم بإدارة وتوفير الخدمات من هذه المدن الجديدة. طبعا تم استكمال ووضع كافة النقاط أو الأمور التنظيمية لإحالة أو البدء لإحالة هذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة. تم وضع عدد من المعايير المعتمدة للمفاضلة بين المستثمرين أو ما يسمى بالمطورين الذين ستحال إليهم عهدة إنشاء هذه المدن الجديدة. أيضا تم إعلان مؤخرا في الأسبوع الماضي عن 5 مدن جديدة هي مدينة الجواهري في أبو غريب في بغداد، ومدينة طفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، ومدينة الثلوجة الجديدة في محافظة الأنبار، ومدينة الجناين الجديدة في محافظة بابل، إضافة إلى مدينة الغزلاني في معسكر الغزلاني في محافظة نينوى كفرص استثمارية للمطورين. طيب أستاذ إذا خلي أقاطعك أستاذ صبر أقدها بالأستاذ نبيل، يعني كل هذه المجمعات السكنية لما نتحدث عن أنها تكون مناسبة وملائمة ودخل المواطن بالإضافة إلى ما تتحمله الحكومة كشريك مع المواطن، نتحدث أنه ما راح تبنى هذه الوحدات في داخل المدن بل ستسحب إلى الأطراف، جميع هذه المدن هي خارج حدود البلدية أستاذ نبيل، هل استطاعت الجهات المعنية جذب المستثمرين إلى خارج المراكز فضلا عن إمكانية توفير بيئة استثمارية وآمنة؟ عفوا أستاذ صبر خلينا أشرك أستاذ نبيل معنا في الحديث، تفضل أستاذ نبيل. نعم طبعا أكو خلل في عملية يعني قضية يعني آليات توزيع أو طريقة استقطاب الناس لمثل هذه المدن الجديدة، المدن اللي دائما تقع هي على الأطراف. المشاريع المذكورة اللي ذكرها الأستاذ استبرق لم تكن هي وليدة هذه الحكومة بصراحة، يعني هي مشاريع درست وعدت أوراقها منذ 2019 أو 2018 تحديدا أو نهاية سنة 2018 في غاية، يعني منذ حكومة عادل عبد المهدي، ثم استكملت لاحقا في حكومة السيد الكاظم وسميت بمشروع داري، وأيضا لم تحالفها الحظ الحكومة توزعها، واليوم الحكومة حكومة السيد السوداني تدرس من جديد يعني إنشاء مثل هذه المدن. الخلل الرئيسي في قضية دراسة هذه المدن أو آليات توزيعها أو طريقة التعامل معها هو أنها يعني لم توفر الأسباب والعوامل الكافية يعني اللي ممكن تجذب الناس لشراء مثل هذه الأراضي والسكن بها والبناء بها. السبب شنو؟ طبعا الناس دائما تسكن في مناطق ممكن تكون هي تتوفر بها الخدمات أولا، واحدة من أهم معايير الجذب. اثنين تتوفر بها المصالح الاقتصادية، يعني أنا إذا منطقة ما بها مصالح اقتصادية عن شغل بعيدة أو ما أقدر أسوي بها شغل قريب يمها أو أي قضية أخرى، وممكن تكون أسباب أخرى اجتماعية تتعلق بطبيعتها، طبيعة الساكنين بها، الفئة الساكنة بها، هذه كلها أسباب تكون أما محفزة أو طاردة للشراء. يعني مشروع علي الوردي أو مدينة علي الوردي اللي تقع في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد ما استصاغت السكن بها أو التعامل معها، وبسرعة فشل المشروع. اليوم تحاول حكومة السيد السوداني إعادة هذا إنعاش هذا المشروع، وبالتالي دون وجود يعني أسباب محفزة للشراء مثل هذه القطع الأراضي السكنية في تلك المناطق اللي بعيدة نسبيا عن مراكز المدن وعن المصالح الاقتصادية، مصالح العمل والوظيفة العامة وغيرها من القضايا، فبالتالي راح تكون محفزة بشكل كافي لاستقطاب الناس للسكن بها، وراح ممكن تبقى يعني حال أراضي، أكو أراضي في بغداد مثلا في أطراف بغداد وزعت منذ ما قبل 2003 لليوم ما بنى بيها بيت واحد. السبب ليش؟ الخدمات ما مجهزة بالخدمات، لا خدمة
وبعيده نعم. وما بي اي مصلحه انا راح اسكن بيها. شنو انا اللي شنو مصلحتي اسكن بالتأكيد. في مكان بعيد ومهجور وما بي خدمه ولا بي مصلحه. شكرا جزيلا العلي الخبير الاقتصادي، وشكر موفور لحضرتك الاستاذ استبرق صباح المتحدث باسم وزاره العماره والاسكان. شكري موصول لكم ايضا مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.